ليكيب تيب. بديت في استاد مشيت القفصة، لعبت في اسبيرانس، مشيت العهد اللبناني، لعبت بعد في الاتوال. لو معك برشا ملاعبين مش تحط لي روحك انت رقم 10، حتى لعب 10 ولا 10 10 وتعملت تشكيله من احسن لاعبين لعبت معه من حتى اتنوجي لعبوا معي يعني. اي لعبت معهم واضح. حطوا جارديان ايمن بلبولي، حطوا اكسيال، اكسيال شكون نحطه؟ وين وين نعرف لعبت معه اكسيال لعبت معه. حطوا عمر جمل، حطوا لا لا الا الله محمد رسول الله اكسيال، حطوا هانتر يحيى بتاع زير، ارير دروا، حمدي نجيز علي سهر، علي سهر ما انا نحطوا غازي عبد الرزاق شمي تغشش عليه شنيه بمزيه في الوسط. في الوسط نحطوا خالد القربي ايه وامين بن عمر به. انت ديس قدام ديس، حطوا يوسف على اليسار، على اليمين، على اليمين حطوا يا افولي البليلي، البليلي ما يلعبش على اليمين على اليسار، نحطوا افول به قلب هجوم يانيك. كانت هذه ليكيب تيب. ليكيب تيب فكرت اول يعني كريم بغداد والله نسيت بغداد. بغداد بغداد.